مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من ميعاد سلام. أكيد حلقة جديدة وحنتواصلوا فيها معكم ساعة كاملة بمواضيع مختلفة، وأبرز ما حيكون معنا اليوم من مواضيع: ريتاج السايح بطلة ألعاب القوة تتوج مسيرتها العلمية بالتخرج. طبعا هذا حيكون الموضوع الرئيسي في فقرة منا وفينا، حتكون معنا ريتاج السايح حتكلموا عن تجربتها اليوم في حلقة ميعاد سلام. أيضا ضمن العناوين اللي حتكون معنا قصة نجاح لرجل تحدى إعاقته وأبصر حلمه النور. جميل، فروائع الأغنية الليبية في أعمال الفنان عادل عبد المجيد. حلقة مليئة بالنجاحات ومواضيع فنية وكرات لحم اليوم. هذا أهم حاجة عندك أنت. ولا؟ ليش؟ لأن عارف مع بعض. أكيد مساء الخير على كل من يتابع فينا، محمد القاضي والهوني. مساء الخير لفؤاد، مساء الخير كرام، اللي ليه هلبة غايب على الساحة معنا في ميعاد سلام. لكن يجي مع الحم، سبحان الله. حظ حلو فؤاد، والناس اللي حظ هو يجي معي بصراحة. لا لا، أنت أنت حظك كويس الأمانة، الحمد لله ما شاء الله. يوم يبدأ فيه فؤاد بعجالة يشكي يا مزاوية. ما هو أصلا بكري جاني قال اليوم فؤاد موجودة كده في حاجة باهية. شوف عند الحق. خلاص شباب، انتوا تقريبا قلتوا ولا شو بنديروا اليوم؟ ولا ما قلتوا؟ لا احنا قلنا مش عارف، لو عندك اضافات اخرى حنديروا كفته وبصوص طماطم. اكيد حنشوف كيفيه التحضير خلال الفقره، وما نعرفش عند فؤاد من اخبار. انا مساعد في الطبخ اليوم، فيش فقط رياضه. مساعد اليوم، مساعد شيف اليوم. ما عندكش اخبار رياضيه؟ لا، في هنتكلم عن المنتخب الوطني ان شاء الله. هي بتكون مساعد رياضه يعني، مش شاري المطبخ. المنتخب الوطني واللحم وطني وان شاء الله كل شيء وطني اليوم. يلا حنرجع لكم شباب ان شاء الله فقراتكم. نورين مشاهدينا، نمشوا لفقره منا وفينا. ريتاج السايح أحد أبرز الشابات الليبيات في ألعاب القوة، حصدت العديد من النجاحات في حياتها رغم صغر سنها. آخرها يمكن أو يكمن في مناقشة مشروع تخرجها اللي خلاها تجمع بين العلم أو ما بين العلم والرياضة بدعم مستمر من قبل والدها. مش نشوفه. بعد البطولات والمشاركات الدولية للبطلة ريتاج السايح، اليوم قدرت تجمع بين الرياضة والعلم اللي اكتمل في مناقشة مشروعها وتخرجها من مجالها في العلاج الطبيعي. فرحة لا توصف، على قد ما مريت من بطولات وعلى قد ما مريت من تتويج، أول تتويج هذا نحس به يعني في درجة. والله كان وقتي طول يومي بين القراية وبين التمارين. بعد القراية نرتاح في الحوش ونمشي للتمارين ونروح نقرأ، وهكذا مشيت السنوات الدراسة. الدعم اللي تقدم لريتاج من عائلتها ووالدها في الجانب الرياضي والعلمي كان واضح، وشهادة الدكاترة في كليتها كانت مجروحة في ريتاج. طبعا ريتاج مثال في الجانب العلمي والأخلاقي وغيرها، وهي رياضية مشهورة من الرياضيات اللي نعتز بها في ليبيا. طبعا شعوري هذا كان من 5-6 سنوات فاتوا من ريتاج تتولى وتعتني منصات التتويج في كانها وبطلة. أما إحساسي الآن أكبر لأنه يتوافق العلم مع الرياضة. تبقى ريتاج أبرز الشابات الليبيات اللي ما وقفتش عن العطاء في مجالها الرياضي والاستمرار في دراستها، وحسب كلامها لازال سقف طموحها عالي ورح تقدم على الماستر وتواصل اجتهادها حتى تكون رقم كبير في الوسط اللي موجودة فيه. طبعا شفنا ريتاج السايح في التقرير، وحتكون معنا من طرابلس عبر الأقمار الاصطناعية بطلة ألعاب القوة الشابة الليبية المثابرة ريتاج السايح. ريتاج أهلا بيك. أهلا بيك أستاذك، في الحال. بداية نقول لك ألف مبروك حفل التخرج يا ريتاج. الله يبارك فيك. شفناك قلتي في التقرير أن كل التتويجات الرياضية السابقة لا تعادل هذا التتويج اللي هو حفل التخرج اللي شفناه في التقرير. ليش لا يعادل؟ وفي نفس الوقت وصفي لنا شعورك اليوم بهالنجاح. أول حاجة لأن بالنسبة للرياضة غير القراية نهائياً، يعني
يعني بالنسبة للرياضة شني صاير؟ متعودة عليها، متعود تتويج مرة اثنين ثلاثة عشرة مرات، فتعودت على الشيء هذا. لكن بالنسبة للدراسة أول مرة يعني نوقف في المكان زي هذا وقدام دكاترة أنا درست عندهم ويعني أشبح فيهم قدوتي، وفي نفس الوقت أول مرة نحس بشعور متخرجة، أول مرة نحس يعني بالشعور هذا. وفي نفس الوقت الدراسة هذه تصنفت، يعني قالوا لي لازم تكملها لدراسة ماجستير، يعني شيء زوز أشياء في شيء واحد. فهذا علاش حسيت أن أكثر شيء أكثر من تتويجات الرياضة. أتمنى لك التوفيق. طيب ريتاج، كيف قدرت تمشي يعني أو تمشي في خطوتين أو خطين متوازيين، يعني أو توازني بين تفوقك في يعني عالم الرياضة وأيضا في الدراسة؟ يعني مناسبة، شو تخصصك بالضبط ريتاج؟ بالنسبة للدراسة وللمجال مجال الرياضة، يعني الرياضة هي لازم تكون ملم بجميع المجالات، يعني زي العلاج الطبيعي، زي التغذية، زي الاقتصاد، باش تقدر تمشي الرياضة اللي انت فيها بنظام. فالعلاج الطبيعي مش بعيد عن الرياضة، يعني يقابلوا فيها إصابات في الرياضيين وانا بعض الإصابات الخفيفة، ونفس الشيء اللي نشوف فيه في الرياضة نشوف فيه في دراستي كإصابات رياضية. فهذا الشيء اللي خلاني نتعلق بالمجال هذا، فجمعت مجالين في مجال واحد باش نقدر نكمل مسيرتي الرياضيه اكثر. كيف قدرتي تجمعي بينهم الاثنين؟ والله بالحقيقة تعب، يعني الصبح من الساعة 8 لازم نكون أنا في الجامعة، والساعة 2 لازم نكون في الحوش باش نجهز نفسي للتمارين ونمشي، وكذلك يعني الوقت اللي بعد التمارين قراية باش نوض الصبح نقدر نمشي قدام الدكتور، يعني مش مقامزة وخلاص، نقدر نتناقش معه. فكان صعب، يعني حتى لما كانت في بطولات خارجية كنت نمشي للجامعة ونبي رسالة، والحقيقة وقفوا معي باش إن هم نجمع بين المجالين هذو، ما نقعدش مختارة مجال واحد فيه. طيب على ذكر اللي وقفوا معاك ريتاج، دائما هناك داعمين لكل متفوق في أي مجال، من الداعمين ليك في حياتك سواء كانوا من الأسرة أو من المحيط اللي حواليك حتى في البدايات؟ يعني بالنسبة للداعمين، أولا عائلتي هي كانت البدايات ولليوم هي واقفة معي. أما بالنسبة خليني نشكر الناس يعني اللي وقفت معي، هذا أقل واجب ليهم الحقيقة. من ناحية الرياضة نشكر شركة طيران الراحلة زياد بيك على وقفته معي الحقيقة، وقفت معي في زمن أنا كنت فيه ما اليأس بدأ فيه، يعني من ناحية الرياضة والأمل، فهو رجع لي الأمل الحقيقة. والأستاذ حسين بوسليانا، الأستاذ مصطفى لخي، الأستاذ الهادي العويب، الأستاذ الهادي زليطني، ويوسف يوشح، حقيقة هما وقفوا معي. وكذلك الفترة الأخيرة الاتحاد الليبي للعب القوة جاء للملعب ووقفوا معي وقالوا لي إحنا بداية جديدة وبإذن الله حنكونوا أفضل من الأيام السابقة اللي كانت في مشاكل شوية بين الاتحاد. أما بالنسبة للناس اللي في الدراسة، نشكر دكتور عبد الكافي، نشكر دكتور فرج المزوغي، نشكر دكتور هشام بريكا، ونشكر دكتور عياد المسراتي، والدكاترة اللي موجودين في الكلية بالكامل حقيقة. كل دكتور وقف معي وقفة، إن كان بوراقي يعني أو إن كان بورقة مش نقدر نمشي بها للتمارين أو البطولات، كل الشكر لهم والعلم طيب اللي يعطوه لي. أنت تحكينا توا وطالع صورك يعني وأنت لابسة الميدالات وعالم الرياضة الجميل اللي تفوقتي فيه، لو تحكي لنا أكثر على الميداليات اللي حصلت عليها وحتى المشاركات اللي خطاها. أول شيء ما ننساش الوالد اللي واقف معي في البطولات اللي في جميع البطولات وفي دراستي لليوم، وحيوقف معي لآخر يوم بإذن الله في عمري، ويجع اليوم ويقبل يوم، لأن يعني من غيره ما نقدرش نعيش. الله يعطيكم طولة العمر. طبعا البطولة الإفريقية للناشئين، شكرا بارك الله فيك، الأواسط تحصلت عليه طبعا بالمختصر 10 ميداليات، منهم 7 ميداليات ذهبية، منها عربية وبطولات الإفريقية فضية، وبطولات البحر المتوسط فضية، وترمى غير ترشيح لبطولة العالم. جميل.
ريتاج في أي مسار تفوق دائما تواجه هذه الشخصية العديد والعديد من الصعوبات والعراقيل، سواء في البداية أو حتى في خلال المسيرة. سمعنا بأنك واجهتي بعض المشاكل مع اتحاد ألعاب القوى، هل فيه مشاكل أو صعوبات واجهتك؟ إن وجدت يا ريت تقولي لنا شن هي، وهل تم معالجتها أو لا؟ بالنسبة للمشاكل اللي مع الاتحاد لعب القوة، حقيقة قلت لك الفترة الأخيرة في يعني كنت ماشي بطولة الفريقين، لكن للأسف بسبب الظروف اللي حصلت مشاتش. لكن بالنسبة للاتحاد الليبي حقيقة توا الأمور تمام، في بطولات قادمة، نسعى لبطولات قادمة ونسعى لأرقام جديدة، والحمد لله تفرغت من القراية شوية للرياضة، وبإذن الله حتسمع أخبار كويسة. أم في يعني بالنسبة للناس الثانية يعني ما لو بيأثروا فيا روني قداش ليا دايره الصب في الرياضه، لكن المشكله اللي كانت الاكبر الاتحاد الليبي وانحلت هذه. طيب ريتاج، هل جاتك عروض من دول اخرى او حتى يعني عروض من انديه خارج ليبيا؟ طبعا خارج ليبيا اكثر من دوله عرضت عليا، ولكن في بطوله الافريقيه اللي عرضت عليك بالضبط السابقه في 2017 هوني السبب المشاكل توقفت على هذه نعم شن عرضت عليك بالضبط الدول؟ سمعتيني؟ ما سمعتش. قلتي لي ان في عروض فعلا جاتك من دول، سالتك شنو العروض اللي جات؟ نعم العروض اللي جاتك يا ريتاج. يعني الاسم الدول مثلا البحرين، قطر، الجزائر، المغرب، يعني هادو هم عرضوا علي. شن عرضوا عليك بالضبط ريتاج؟ بالنسبة للبحرين أكثر يعني دولة عرضت علي مبالغ وجامعة وسيارة وحوش، ولكن لما تشبح بلادك وتشبح الوضع في بلادك تتمنى تقعد في بلادك، مش ترفع المستوى ترفع المستوى أكبر يعني للبلاد. حرام يعني البلاد عندها موهبة زي هذه ومواهب أخرى غيري، ونخسر يعني تخسر المواهب هذه تسهلها ليبيا غير أي بلاد أخرى حقيقة. هل الوطنية محمد ومشاهدينا ربما يفتقدها كثير اليوم، يعني فعلا. اللي يدور في أبسط فرصة، المهم أنه هو يطلع وهمه في نفسه بس، يعني مش همه أنه هو يمثل بلاده أو يمثل أي مكان ثاني. فعلا شفناها من يومين فاتوا لكمال قرقني اللي وصل للعالمية بجهده الذاتي، ومع ذلك رفع علم ليبيا وكان يمثل صحيح. في ليبيا. فجميل هالنوع هذا من الوطنية، أن شخص يشوف روحه أو يمثل ليبيا خارجا ويحافظ على أنه يكون يمثل اسم ليبيا مش أي اسم دولة ثانية. أي فوز يتحصل عليه هو فوز لكل الليبيين. نتاج، هل استعنتي بمدربين أجانب في السابق أم أن كل المدربين كانوا ليبيين؟ حقيقة من مدربي والدي سالم السايح. علاش أنا بنطلع لمدرب يعني خارجي أجنبي أيا كان؟ إذا كانت أنا في البطولات العالمية للناشئين والأوسط كنت ناخذ الذهبية الفضية، البطولات الإفريقية عندي فيهم ميدالية، البطولات العربية الرقم العربي للناشئين القياسي اللي من 17 سنة متحطمش كان باسم لاعبة أمينة مؤدن، حطمتها ليبية ومن مدرب ليبي. يعني لازم يتميز الرياضي الليبي والمدرب الوطني. حتى في كرة القدم للأسف عندنا مدربين، أنا ما نفقهاش هلبة في كرة القدم، ولكن عندنا مدربين وطنيين أفضل من المدرب اللي ياخذ مبلغ وقدره، والمدرب الوطني ممكن مبلغ بسيط ويدير لك إنجاز على مستوى عربي أو إفريقي. طيب ريتاج، هل تواجه فيك أي صعوبات يعني بصفتك أنك تمارسي في من الرياضة؟ أكيد يعني حقيقة بداية
كيف ليبيا تمارس في رياضة، كيف ليبيا، طبعا أنا كنت مش متحجبة، كيف ليبيا كانت يعني مش ما هيش متحجبة. فلما طلعت البطولات وتحصلت على البطولات تغيرت النظرة، يعني هو الشخص اللي يغير النظرة، يعني وقفة الشخص، كلام الشخص، إنجازات الشخص اللي تغير النظرة على المجال رياضة أو فن أو كذا. فما كانت صعوبات صح، بدايتي كنت صغيرة كنت نقول كيف لا معش نبي لا، بعدين اكتشفت إنه لازم تكمل الهدف اللي أنت تبي توصله، وأهم شيء يشوف علم بلادك قدامك، والشيء هذا واجبك اللي أنت تدير فيه لليبيا فقط لا غير. شكرا لليك بطلة ألعاب القوى الشابة الليبية ريتاج السايح، كنت معنا عبر أقمار صناعية من طرابلس، نتمنى لك دائما التوفيق والنجاح، ومن جديد ألف مبروك. طبعا محمد قصص النجاح لا تنتهي دائما بالضبط. كل يوم نشوفه في قصص نجاح لي سواء شباب أو غير الشباب، ولكن يظل النجاح وفرحة النجاح لا يعلو على شيء. وفي موضوعنا الجاي، من قال أن الإعاقة تعيق وأنها حاجز بين الأمنيات وتحقيقها، ومن قال أن فقد الشيء من الجسد يعني العجز والاستسلام للواقع. محمد صالح الأطرش، هذا الرجل الكفيف حلمة أبصر النور رغم العتمة اللي تشوفها عيونه، واللي تغلب عليها بكامل الإرادة وقوة التحدي والإصرار. حبينا اليوم نعرضه لكم قصة من أولها لآخرها، رسائل تحتاج أن تبصرها أو نبصرها بعقولنا قبل عيوننا. نمشوا نتابعوا. جاءتني الفكرة بعد اجتياز العوائق التي واجهتني في عدم القبول لدورة في دورة الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي، بعد اجتياز العوائق والقبول تمكنت من النجاح ولله الحمد برفقة 2 من أصل 20 متدرب. بعدها جاءتني فكرة أني أريد أن أفتتح مشروع، فجاءتني فكرة الكاميرات، واقترحت على صديق مهندس لي فشجعني على هذا، قمت على الفور باتخاذ الإجراءات، وبعد بعد أن تمكنت من اعتماد الشركة رسميا بدأت في العمل. ففي بداية العمل قمت بدورة خاصة لتدريب أشخاص أسوياء ومجانية، وبعد ذلك بدأنا في العمل وتمكنا وقمنا بتركيب في أكثر من جهة عامة وخاصة محلات ومنازل، والتي من بينها مطار براك الدولي ولله الحمد. ففيه العوائق التي واجهتني لهذا المشروع، يعني ما فيش عوائق صعبة أو كثيرة، لكن بالعزيمة والإصرار كلها سهل يعني. فكانت من بينها العوائق بعض آراء بعض الأصدقاء أو الناس كانوا يقولوا إن من الصعب إدارة شركة كهذه من شخص كفيف، كانوا يقترحوا إن لازم يكون شخص، يفترض أن يكون شخص سوي يقدر يتعامل مع الناس أولا لتقبله، ليش الناس يتقبلوها أكثر، وثانيا لبعض الأشياء التقنية اللي تكون ممكن صعبة. أنا أصريت على أن أدير هذا المشروع بنفسي ولو كان خسارة وعلى حساب نفسي. صراحة أنا متأكد محمد، أنا متأكد أن محمد يشاهد فينا تو ويسمع فينا، حتى لو كانش يسمع فينا حيسمع الحلقة الإعادة، لأن على فكرة محمد من المتتبعين جدا لقناة سلام ولميعاد برنامج ميعاد سلام. فأنت بصراحة أقول لك محمد أنك أنت مش رسالة للي ذوي الإعاقة فقط، أنت رسالة حتى للناس اللي ربي على نعم عليهم بكامل صحتهم، ومش يتحججوا بالظروف ويحطوا في أعذار لأنفسهم باش أنهم ما ينجزوش أو ما يحققوش أحلامهم أو يحطوا في عراقيل قدامهم وهي مش موجودة. فأنت بصراحة محمد مثال قوي جدا، وقصتك أكبر يعني حافز لهالبناس ممكن كانت تحط في أعذار لنفسها، اليوم أنت نهيت هذه الأعذار وخلتها كلها واهية قدام يعني واحد كفيف يتعلم ويعلم ناس مبصرين فوقها. فبصراحة إنجاز وبرافو محمد. في الموضوع أنه هو يعني لو لاحظت أنه حتى في صيانة الخرائط والإلكترونات اللي إحنا بعيوننا ممكن ما نفهموش فيها، فما بالك أن الشخص لا يرى ويقوم بكل هالأعمال. جميل الاسم عيون الغد، عيون الغد الكاميرات يعني المراقبة. حتى اختيار رسالة هو كاميرات المراقبة
الله يعني شوف المجال يعني عرفت كان ممكن يعني في الاي تي عنده مليون مجال يشتغل فيه بالضبط. فابدعت سيد محمد ونتمنى لك دائما التوفيق وكثرنا من الدورات للناس المحتاجه لربما زي ما قال محمد ان تجربتك اكبر حافز لكل اللي قاعدين يتحججوا باعذار ما لهاش اي قيمه. برافو محمد. مشاهدينا نمشوا فاصل قصير وراجعين. رجعنا لكم مشاهدينا الكرام من جديد وزي كل حلقه نمشوا لكرام نمشوا مش غير بالكاميرات. الريحه اليوم ما شاء الله. هو انا بديت قبل ما تجوا تستدعي ان الواحد يعطيها تمام عسكري زي العاده. شباب خلوني نعطي المقادير وبعدين نهدرزوا. كيف هو انا بديت خطوه بسيطه قبل ما تجوني لهذا السبب قلت لكم الريحه بكري شو فيها. فخلوني نشوف المقادير وبعدين نشوف مقادير مشاهدينا مع بعض وبعدين نشوفوا كيفيه التحضير. قلنا حنحضروا كفته بالصوص وصوص طماطم. خلينا نشوف المقادير مع بعض. حنستخدم نص كيلو لحم يكون مفروم وخالي الدسم يعني ما فيش شيء شحم يفضل يعني. عندنا بصل مفروم حوالي تقريبا بصلتين نفرموه في ست البيت ناعم. عندنا طماطم اخضر برضه في نفس الشيء حنفرموه في ست البيت. عندنا كميه من التومه معدنوس حنستخدم دحيه 3 ملاعق كبار خبزة مرحيه. بالنسبه للتوابل عندنا ملح فلفل اسود جوز الطيب ورق الرند فلفل احمر بزار ملعقتين كبار طماطم معجون وتابل الحم وزيت زيتون. حنستخدم للتزيين كميه من الصنوبر. هذه مقادير وصفتنا اكيد حنشوفوا كيف التحضير معاكم مع الشباب. بس انا درت خطوه قبل ما يجوني الشباب وبرضه قبل حتى الحلقه اللي هي اخذت اللحم المفروم حطيت فيه الدحيه حطيت معاه 3 ملاعق الخبزه المرحيه وبرضه ضفت لها كميه التوابل خلطتها كلها مع بعض طبعا بالاضافه الى البصل والتومه. بالنسبه لموضوع التومه في ناس يعني تقول لك لا كفته فيها تومه تحس على حسب نوع اللحم اللي احنا مستخدمينه يعني يختلف الموضوع. لو مستخدمين مثلا لحم قعود ممكن ما نحطوش تومه ما فيش داعي. بس لو مستخدمين لحم بقر طبعا حشاكم فحنستخدموا تومه. هذه بالنسبه لي اضافه التومه عليها شويه ديما في اشكاليه. حنديروا على شكل كرات. والخطوه الثانيه اللي هي ندرتها قبل ما يجوني الشباب حطيتها ايه باش ما يتفتشوش معنا في الصوص وما ينفتحوش معنا. ان في هالبنات تقول كان الكفته المشكله الوحيده اللي تواجه فيها ان هي اللحم بتاعي ينفتح او الكرات بتاعي كلها تتفترش يعني ما تتماسكش معي. هذه اما يكون عندها كميه الخبزه شويه وكميه الدحي اقل من كميه اللحم تكون كميه اللحم كبيره وتحط مثلا دحيه واحده او كشيك او كشيكين خبزه فهنا الفكره ان هي حتتفترش معنا ومش حتتماسك. برضه في ناس تستخدم في بياض بيض بس حتى هي يعني ما فيهاش. بس لو استخدمنا بياض البيض بس مش الدحيه كامله. بس ديما ننتبهوا لكميه اللحم مع كميه الدحي والخبزه برضه كميه البصل. في ناس تضيف كميه بصل بشكل كبير فهنا لما نضيفوا كميه كبيره من البصل تكون في كميه سوائل هلبه فحتتفكك معنا اللحم ومش حيجي معنا متماسك. برضه لازم نديروا له وجه اللي هو ناخذ طاوله ونصبوا فيها كميه بسيطه جدا من الزيت يعني تكاد ان لا تذكر لان احنا اللحم مهما قلنا انه هو خالي الدسم طبيعي جدا يعني بتلقى فيه شويه دهون مستحيل حيكون يعني ما فيش دهون فحينزل الزيت متاعه. بس ناخذ لها تحميره اللي هي زي ما تشوفوا فيها تو نبدا نحضره في الصوص مع بعض. خلينا نجيب المكونات الصوص هنا بعدين بتحطيه اللي هي الصلصه ايه هي طبعا حتكون صلصه طماطم معها توابل. اليوم العشاء فيه مكرونه بتحطي في الاخير ولا شنو؟ لا مش مكرونه هي انت صلصه هيك بتاع هي الكفته هذه. اما انت تقدر انت تسلق جنبها مكرونه تقدر تديرها مع رز تقدر زي ما قال محمد مكتر مقترح انه هو بياكلها بالخبزه حتى هذا يعني حتى هذا راي فعلى حسب الرغبه. خلينا ناخذ خبزه مش سمره انت عارف الهمام كانك تسمع فينا وصينا على خبزه هذا مخرجنا همام اللي ما يعرفش همام. حنحط كمية بسيطة جدا من الزيت حاولوا ما تكتروش يعني زيت شنو؟ الزيت زيت زيتون طبعا مستحيل حنكون طيب زيت عادي. شوف الأمانة حتى في الحوش ما طيبش بالزيت العادي. تومة خير هيك لونها هي حكينا مرة فاتت هذه محمد التومة لما تبدي مقشرتيها وراحيتيها وحطها في فازو لأن الموضوع قال محمد
هذه اسمها تمبلة. بتغير لونها يعني. بتغير لونها شوية حاجة بسيطة يعني. لا 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 لها شيء. عندك البصل ممكن صح لما نقصوه خلو في الثلاجة مش كويس، بس التومة ما فيهاش أي إشكالية. مش تلقى فيه مرات يبيعوا فيه جاهز؟ لا لا ما تخافش محمد ما صار شيء. لا شفت حاجه تنطرت يعني. لا في الوحده جاكه بالطول انا على اساس نقصت الغاز هلبه على خاطر باش ما الريحه. انا خليني ناخذ كشيك احسن مش مصبوش التوابل بشكل كبير. دت يا بابا دت الدنيا تفحفح. حسيت زلي هلبه الملح انا. لا ما حيكون في صوص طماطم وبرضو في شوية مية، حنضيف شوية مية بس على حسب الاحتياج. يعني لو أنا حسيت أن المية الطماطم تاعي هلبة فما نضيفش كمية مية، ولو حسيت أن هي ممكن تنشف معايا وتجي جافة هلبة الصلصة أو الصوص لازم نحن نزيدوا كمية مية. هنحطوا يلا إكسترا فلفل خاطر في ناس تحب الحار. خاطر اللون حنضيف ورق الرنج. ماكلة مش حارة ما فيهاش بنة أصلا. بالعكس شوف انا ضدك في الموضوع هذا. يعني مش ناشطه اوكي بس حار انك تهرب الخريطه كلها بالفلفل. لا حراره مش مجرد لتعديل الخريطه بس. ايه ما هو لا في ناس يعني احيانا تمشي تاكل عندهم وحتى مره تاكل برا تحس ان هي ما فيهاش طعمه خلاص غير كنت فلفل وخلاص. تحس الموضوع ان هو ما فيش نكهه توابل ما فيش نكهه حاجه. يعني ضروري ما نديروا التوابل شويه في الزيت او على النار باش يعطوا نكهه واضحه. يعني انا ديما مع تتبيله او مع حطت التوابل على النار لما نبي الحاجه تكون التوابل نتاعها واضحه ضروري ما نحطوهم على النار. بس لو لما نبي مثلا تكون صوصات خفيفه وما تكونش نكهه التوابل فيها قويه فنحط كل المكونات مع بعض عادي. حنحط كميه الطماطم تقريبا عندنا كشيكين كبار، انا داري اكثر من كشيكين. ضروري طماطم معجون. حيكون في مكس. لا حيكون في اخضر. بس لو درنا الاخضر بس مش حتعطيك الكثافه نتاع الصوص او الصلصه. المره اللي فاتت حتى الحموريه المره اللي فاتت المبكبكه قالت لا الطماطم الخضر. لا في المبكبكه لا ما نديروش فيها. يعني ما نعرفش فين انت قلت لي في يعني انت تدير فيها وقلت لي في ناس نعرفهم يديروا فيها اكثر من المعجون. عمري جربت للامانه يعني مكرونه بال ان شاء الله بطول عمرك تو ندير لك هنا. شوف احيانا تشوف انه في الطماطم الاخضر في بعض الحاجات يريح في النكهه فمانيش عارفه يعني. لا لا قاعده النكهه موضوع عندما تمشي. شوف موضوع التوابل انا حتى لما نعطي في توابل على الهواء من يعني مش الناس مش شرط ان هم يتقيدوا بالتوابل اللي انا نستخدم فيها. بالنسبه للتوابل موضوع ذوقي يعني في ناس تحب المكس هذا بس في ناس ما عندهاش فكره ان احنا مثلا مع الحمش نحطه مع الدجاج نحطه. هذه هذا كركم ولا اللي مع الفلفل الاكحل ولا لا بزار بس بزار صافي يعني مش بزار هو نفسه كركم مش زي بزارنا احنا بزارنا احنا مخلط مع توابل يعني مش كركم صافي. كركم بروحه وكركم يكون بروحه. بسم الله. طبعا في خطوه ندير فيها في الحوش تكون اسهل واسرع. يعني بعد ما ننا شويه نخليها الصوص على النار نحط عليها اللحم وندخلها نحطها في طاجين ندخلها الكوشه هنا تطلع احلى طبعا. بس اليوم بحكم ان ما عندناش وقت للكوشه وحتاخذ يعني تقريبا مرحلتين في التطيب. بس عندنا كوشه. فعندنا كوشه. لا عندنا كوشه. ما عندناش وقت للكوشه. ما عندناش وقت للكوشه. يعني الكوشه حتاخذ وقت بدل ما انك انت ممكن تطيبها في 20 دقيقه حتاخذ سنه نص ساعه في الكوشه. ففي الحوش يعني الناس اللي انها رايقه وعندهم وقت ممكن يديروا أكثر. اي حتكون الطعمه احلى. لما تبدا يعني تحط الطنجره ولا الطاجين من الساعه 2 في الليل وبتاكل 6 الصبح فهو هذاك يعني. وفي حاجه ثانيه ندير فيها اكسترا ندير فيها اكسترا يعني فوق الموضوع هذا كله بعد ما خلص نحس ان الصلصه جفت وهيك نحط عليها جبنه من فوق. هذا دمار شامل طبعا. خربت الجو كله. عرفت تو الجو تاع اللي الطنجره حطيت زيت شويه حطيت زيت شويه لكن زيت موضوع ولا كان بالضبط ولا كاني حطيت زيت شويه. خلص جبنه لايت جبنه لايت معلش يلا رجع. لا لا موضوع جبنه هذا للناس اللي مش مدايرة دايت يعني ممكن يديروا جبنة. بس الناس اللي محافظة على الوزن هذا كسبر ولا معدنوس؟ تحاول. لا معدنوس طبعا ديما الحم يعني لو تلاحظ انه لا مقرر ما هو لا هو ما فيش فرق في الشكل تقريبا. لما يبدا مقرر لا لما يبدا مقرر زيته هو مش حيعرف. بس ما تخافش والله الربطة نشبحها من بعيد يعني نظبطها في الريحة في فرق. خلونا نحاولوا هذا على جنب. مفروض انه يغلي شويه الصوص معانا باش نقدر نحطوا باش الفرق محمد بين معدنوس كرات الحمص. ورقه الكسبره تلقاها التمشيره بتاعها لا 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 تقريبا نفس حجم الورقه لكن مشمشره اكثر الكسبره. بعتها لي الريحه واضحه. ايه الريحه. لا الريحه هي اللي بتفصل بعدين. طلع محمد ظابط وحتى اللون سبحان الله المعدنوس تلقاه
الاخضر اتكن من الكزبر. افتح الكزبر افتح. تبي حاجه ثانيه؟ المقاس لا لا تمام. العودان النمو هذه قديش ياخذ؟ انا حنزيد شويه ميه لان الطماطم اللي عندي تقريبا مش فيش ميه هلبه. برضه الطماطم الاخضر نحاول احنا ناخذ الطماطم اللي يكون احمر يعني طيب ما فيش جهه خضراء مش ما تكونش نكهه الصوص شويه حامضه يعني اصلا احنا مدارين ميكس لنوعين الطماطم فممكن تكون نكهه مش حلوه ديما. حتى الاختيار الخضره ليه دور يعني في ناس ممكن يعني تمشي السوق تاخذ اي حاجه قدامها ما تقعدش توازي بس انا نخش للمحل الخضره نقعد ساعتين. تواني نبي نفهم حاجه بعتالي بتغطسيه في وسطها بنحطها خلاص محمد بنغطوها وبخلوها تطيب براحتها ما تمت الحلقه طيب لا مش طيبه طيب نص طيب داخل مازال شوي بس باش تشد ايوه باش تمسك وما تفتحش معنا في الصوص. بسم الله خلوني بس ننقص الغاز لانه لما نعلي تصير عندنا كارثه. تبدا جاكيتك بالتومه رسمي يا محمد زي ما صار لكم يوم الشكشوكه يوم الشكشوكه في بالي اصلا اول موضوع هو تي ترقي ينزل قعدنا تقول هو الموضوع طبيعي طالما انا ما هناش يعني ايه انت فتحت لها الموضوع شني حزها تو لا لا معلش سامحتكم لا والله لا قعدت ننظف فيها الكوجينه ذاك اليوم قلت لهم معقوله كرام ثاني يوم بتجي تلقى الكوجينه هيك مبحوسه هو هذا اللي غفر لكم اصلا لو جات القطعه حايسه ترى كلها لو تشوفيها قاعد يصوروا هون الجماعه زحمه اكثر من المكله العاديه ايه. عندنا شكشوكه يعني الموضوع ما هي هنا اصلا زي زحمه المبكبكه يوم لانها شكشوكه فهذا علاش لا المبكبكه موضوع بروحها هذاك وسبحان الله نذكرت طنجره هنا تفكر فيها كيف كانت لا ما تخافش في ستوريات نزلت والله طنجره هنا نزلت لكن ايش بتصير الشكشوكه طول النهار يومي بعد على فكره حتى لا طلباتك مجابه انت تحسب زي نينا نقعد شهرين نشحت في مبكبكه يا راجل لا وفي الاخير قالوا لي مسابقه اللي جرتها قالوا لي الدنيا كلها طبيعي الموضوع فيش حاجه بالسهل يا اخوي طبعا حنخلوها تاخذ راحتها تو حنقدر نعلي عليها شويه كان مخرجنا خلاها براحتها واطلعوا فاصل اكيد حنمشوا فاصل شباب صح فاصل من الكفته ولا من الحلقه لا على لا من الحلقه مش الكفته يلا مشاهدينا اكيد فاصل وراجعين من جديد ان شاء الله ما تفصل رجعنا لكم مشاهدينا من جديد نمشوا لفقرة وجوه ليبية طبعا فنان ليبي اليوم ساهم في إثراء الأغنية الليبية بروائع أعمالها الغنائية اللي ما زالوا نحب نسمعها ونردد فيها رغم مرور الزمن بصمة صوته مميزة وأداءه وحضوره لا يختلف عليه اثنين تغنى بأعمالها عدة أصوات ليبية وأيضا عربية أكيد في داخلنا قد الشوق مشتاقين نعرفه من اليوم حنتكلم عليه او نتكلمنا عليه توا نمشي شوي الشوق حنايا الخاطر من الاصوات الليبيه اللي ما زالت حاضره في الذاكره والوجدان صوت الفنان عادل عبد المجيد رغم تعدد الأجيال واختلاف وتنوع الأذواق ما زالت أغنية هز الشوق اللي كتب كلماتها الشاعر فرج المدبل يرددها الجميع سواء دندنة أو بصوت مسموع فنان من فترة الستينات إلى اليوم الحالي لا يزال محافظ على مكانته الفنية المرموقة في الأنفس من خلال أعماله الغنائية اللي تعد من روائع الطرب الليبي ومن منا لم يطرب بسماع أغنية عتبيني اللي تغنت بها أصوات ليبية وعربية عتبيني ومن منا لم يغرد بأغنية لو كان حبك مسكن وجداني لو كان ودك ماسني مزهاني لو كان
حبك ما سكن وجداني دوكان ودك ما سني. وما ننسى أغنية الوعد ورائعة الملحن يوسف العالم أغنية ورد الجناين. تعاون الفنان عادل عبد المجيد مع عدة شعراء وملحنين وعلى رأسهم الموسيقار الراحل حسن عرابي في أغنية في غلطك سامحتك. ساهم بصوته في تاريخ التراث الليبي في سلسلة الواحة وعند حس وجداني ووطني تغنى للوطن في أغنية بلادي يا ضي العيون وأغنية ليبيا الأحرار اللي قام بتلحينها وكتب كلماتها الشاعر هليل البيجو. عادل عبد المجيد صوت أصيل يمتاز بالعمق والدفء أغانيه باقية لا تنسى. نوجه تحية كبيرة للفنان الليبي عادل عبد المجيد فنان كي. أبدع بصراحة زي ما ذكرنا أن في العديد من الفنانين غنوا أغاني الفنان الكبير طيب. عادل عبد المجيد الله يمسيه بالخير أكيد. طبعا مشاهدينا على نفس الموضوع يعني طرحنا سؤال اليوم في صفحة القناة على فيسبوك قناة سلام سألنا متابعي صفحة قناة سلام عن شن تحبوا تسمعوا من أغاني الفنان عادل عبد المجيد كانت في العديد والعديد من التعليقات محمد نبدأ بأولها أكيد أول تعليق عندنا معنا اليوم أم دومة تقول كل شيء من الفنان المخضرم عادل عبد المجيد حلو وجميل ولا يمل. كل أحد التعليقات أيضا قال كل أغانيه حلوة أو كل أغاني الفنان حلوة وأحلى أغنية هز الشوق حنايا الخاطر. أما سعاد تقول كل أغنية نحبها حتى وصلت أو حتى وصلت الواحة مع الفنان محمد حسن. أيضا وديان وديان صح وديان وديان تقريبا وديان الورفلي من أفضل الفنانين القدم اللي عندي الفنان القدير المتميز عادل عبد المجيد وأغانيه متميزة ونحب نسمع له ومن أحلى أغانيه هز الشوق حنايا الخاطر وعتبيني. أما إيماني سعادة تقول أغنية أو أغنية كلها إبداع وأحلى هز الشوق. نور أيضا أحلام هز الشوق نور أيضا هز الشوق حلوة ربي يحفظه. طبعا محمد أغنية هز الشوق لربما لأن غنوها في الجلسة وكذا فنانين حتى تم إعادة توزيعها وغيرها بالضبط فكانت لي انتشار عند الجيل الجديد اللي غالبيتهم اليوم موجودين معنا في التعليقات محمد بالضبط. أما ويئة تقول هز الشوق حنايا الخاطر أيضا. كانت هذه أبرز التعليقات وما زال في هلبة تعليقات موجودة في صفحة القناة يمكنكم متابعتها هناك تحت سؤال الحلقة اليوم. نمشي تو محمد لي فقرة الرياضة. أنسنا من هنا شنية؟ لولا أنسنا هنا هنا لا كنت غادي انت كنت من غادي انت الله يعزك محمد كنت من جهة الكفتة توجهت الحنايا الخاطر قديش طرف كفتة يا كرام والله انت واخبارك فؤاد لا خلي بخار كيف نقسم عليه لا وانت واخبارك انا كانت فقرة دسمة حتستاهل وكان هذا نص طرف مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في أولى الأخبار يواصل منتخبنا الوطني للمحليين تدريبات على ملعب الجامعة التونسية لكرة القدم في إطار الاستعداد للقاء نظيرة التونسي ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية للمحليين 2020 وكان المنتخب تحت قيادة المدير الفني جلال الدامجة أقام معسكر بالمغرب في يوليو الماضي خاض خلال المعسكر 3 مباريات ودية فاز في الأولى على اتحاد طنجة بهدفين لصفر وخسر في الثانية قدام نهضة بركان بهدف لصفر وحسم التعادل في آخر تجاربة الودية أمام فريق الفتح الرباط المغربي دون أهداف هذا وتقام المباراة بين المنتخبين الليبي والتونسي في 21 من سبتمبر الجاري.
في ثاني الاخبار مشاهدينا، يواصل فريق الاتحاد تدريباته ضمن استعداداته لمباراه الاياب امام حسنيه اكادير المغربي بدور 32 لبطوله الكونفدراليه الافريقيه. وشهدت التدريبات حضور جميع اللاعبين، حيث يسعى المدير الفني للفريق اسامه الاحمادي لتكثيف التدريبات قبل مواجهه الاياب بالاراضي المغربيه، وخطف بطاقه التاهل لقادم الادوار من كونفدراليه افريقيا. وكانت مباراه الذهاب بين الاتحاد وحسنيه اكادير قد انتهت بالتعادل الايجابي بهدف لكل فريق في المباراه اللي جمعتهم على ملعب الطيب المهيري بمدينه اصفاقس التونسيه. اكيد نتمنى كل التوفيق للفرق المشاركه في بطولات افريقيا، سواء في دوري ابطال افريقيا فريق النصر، وكذلك فريق الاتحاد في الكونفدراليه، وكذلك فريق الاهلي بنغازي في البطوله العربيه. نمشي للجانب العالمي، حيث خيم التعادل السلبي على مواجهه كلوب بروج وضيفه غلطة سراي التركي ضمن مباريات الجوله الاولى لحساب المجموعه الاولى من دوري ابطال اوروبا. وتحصل الفريقين على عديد الفرص للتسجيل، لكن لاعبي الفريقين ما تمكنوش من ترجمه فرصهم الى اهداف. وبهذه النتيجه يقتسم الفريقين نقاط المباراه. يذكر بان غلطة سراي حيواجه في الجوله الجايه باريس سان جيرمان في الاول من اكتوبر المقبل، اما كلوب بروج فحيواجه ريال مدريد بملعب سانتياغو برنابيو. وفي منافسه المجموعه الثانيه، فرض اولمبياكوس التعادل على ضيفه توتنهام الانجليزي بعد ان كان متاخر بهدفين نظيفين. هاري كين افتتح باب التهديف لتوتنهام في الدقيقه 25 من ضربه جزاء، وعزز لوكاس مورا تقدم الفريق الانجليزي بالجول الثاني في الدقيقه 30. وقبل نهايه الشوط الاول بدقيقتين سجل دانييل بوندنيسي هدف تقليص الفارق لاولمبياكوس، قبل ان يسجل ماتيو فالبوينا الهدف الثاني من ركله جزاء في الدقيقه 53. وبهذا يحصد الفريقين اول نقطه ليهم في مستهل مشوارهم في دوري ابطال اوروبا. هذا كل ما عندنا مشاهدينا الكرام، نرجع من جديد للهوني ومحمد. انتوا شادين تليفوناتكم لهين، تابعوا فيك تابعوا فيك في ناس تعلق لك في الصفحه تعليقات احلى. لا 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 سب لها هذه. لا انا بصراحه بنسال اكرام قديش يستاهل اكرام كفته على اخبارها اليوم، حسيتها ما شاء الله مستعجل ما قلتهمش بالشويه. لا قديش طرف؟ لا لا كده طبعا هم كلهم قديش طرف؟ مازال في تونس، مازال في مديمة في على غير الطريق، ما هو في جيش ورا الكواليس. ما عدتش لكن هي خلي باش نعرف كيف نقسمه بس. لا هو مش حيسد، راه ما قلت لها قداش مش حيسد الجماعة، باش نعرف نقسم سن في الخبزة الجماعة بكري. نعم باهي المفروض جو تخدموا عندي صح، ما بين ما انا نظفت الصينية نتاعي وزي ضروري السلفيات. نور خليك قريب يا راجل، علاش قاعد من بعيد تناجل؟ لا لا ما شاء الله الخير. قلت لكم ماني غلطت مستعجلة. هذا شنو؟ صنوبر سبب فاصوليا يعني بكي شوفي. لا لا محمد معقولة فاصوليا؟ هذا صحي ولا مش صحي يا كرام؟ انت ديما ما اكلت صحية. حتى كان صحي، الفكرة في البنة. مضمونة البنة، مضمونة مع كرام البنة مضمونة. اسمع ديما تصير لا ما في شك في الموضوع هذا اكيد. هذا الشنو هذا صنوبر؟ سنوبر طبعا في ناس ممكن تعلق انه هو مش من حمسات لفزات ولا في شيء، احنا نحكوا عن الحاجه الصحيه فديما نقولوا المكسرات كلها صحيه. راني زارق عليكم راهو تعلقوا المكسرات هي المكسرات. لا بجديات يعني المكسرات فات فينا وقليناها ودرنا لها ملح فخلص فقدت قيمتها. وهنا الفكره بعدين احنا نستخدمين اصل التزيين كميه بسيطه. تفضل هو ناس ما حطتهاش كويسه مش عارفه اذا كان طالع على الطنجره بعدها شوي شوي. لا الطنجره هذيك كانت تصورها مشكله بعدها. لا محمد عندك مشكله في التصوير، ممكن تعطيني انا نصور نبي فلاش يعني لا لا لا, لا الزوايا نتاع التصوير عندك شويه هاي خذي بورتريه مضروبه. لا لا نبي الديكور انا يبان لازم تبين الديكور. ايه مش عارفه انا اندارتي معاك سلام ديكور وحتى جيت كرام. اهم حاجه الدعايه. ما كملت التصوير نبدو ناكله توا. لا قبل ما ناكله خلينا نختم احنا. طيب طبعا نلتقي بكم مشاهدينا. شكرا مشاهدينا على المتابعه. اكيد حتلاقوا بكره في نفس الموعد وبعد بكره تعالى. في نفس الموعد او بعد بكره لان في تغطيه يوم السبت. قصدي انا ما شاء الله الوحيده بيناتكم. اي خدمه تفضلي. اكيد كل المشاهدين تصبحوا على خير. اكيد بكره ان شاء الله حتكون نهايه الاسبوع معكم. حلقه نسائيه بامتياز. بكره حتكون ساره موجوده والكرام وحلقه نسائيه والله يعين محمد يعني. غدوه شنو؟ غدوه خميس حساب الجمعه.
لا خميس. إلى اللقاء. تصبحوا على خير، في أمان الله. تصبحوا على خير.